الادفايس اللي اقولها، اول حاجه قرارك ان انت تدخل في اي تي اي او في التجربه دي وتخوض كل الانترفيوز والسلكشن والكلام ده كله وتبقى موجود از ممبر في الانترنشيب دي، فرصه عظيمه جدا بالنسبه لك، ان شاء الله تكون مغيره لطريقه تفكيرك والمستقبل اللي انت رايح له. فلازم تتاخد بجديه وبالتزام شديد وتطلع افضل ما عندك تو شاين لنفسك اولا، لان كميه المعلومات اللي هتتعرض قدامك كتيره جدا. في اور ديسيبليند انف وريدي انف ان انت تجراسب المعلومات دي كلها، انت بتحط نفسك في مكانه تانية مختلفه، فمحتاجه جديه والتزام. منتظرين منهم ان هم فعلا يظهروا اقوى ما فيهم، مستعدين نفسيا وذهنيا لاستقبال كل المعلومات دي. كمان مهم جدا علاقاتهم والانتراكشن والتيم ورك اللي هيتعلموه وموجود في المكان. المنتورز كلهم مرحبين جدا بكل الستودنتس اللي هيشرفونا ويكونوا موجودين، عايزين يدوهم كل اللي عندهم من معلومات، عايزين نشوفهم في وسط التيم بتاعنا، متألقين جدا، اكسبيرينس المفروض تكون مفيده جدا بالنسبه لهم، عايزين ياخدوها بمنتهى الجديه.